أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطن ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في خبر جديد من أخبار الجزائر اليوم، وبالضبط بولاية سوقهراس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعد نادرة الحدوث في الجزائر، وهذا بعد أن قام مجموعة من الخبراء بالقيام بأعمال حفر وتنقيب في إحدى المناطق التي يعتقدون أنها أثرية وتعود لفترة قديمة، حيث وجدوا كمية كبيرة من القطع النقدية التي بلغ عددها 1140 قطعة تعود لفترة القرن الرابع ميلادي خلال الفترة البيزنطية، يعني خلال سنة 300 ميلادي إلى 400 ميلادي. فالجزائر تحتوي على كنوز ضخمة لم يتم الكشف عنها إلى غاية اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.